صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ بخير؟ اليوم today we will learn our face parts، أجزاء الوجه. هذا وجه. This is وجه. Can you say it? وجه. وجه. What comes here on top? شعر شعر شعر. And what comes here? عين عين. قل عين. Say عين. أين العين? Where is عين? Here it is. عين عين. Do we have عين واحد أم عينان? عين أم عينان؟ We have اثنان. لدينا عينان. عين عينان. عين عينان. Can you touch your عين؟ المس عينك. And عينان. عين عينان. And what comes in the middle? ماذا يوجد هنا في الوسط؟ أنف. 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 Can you say it? أنف. And here is أن. هنا الأنف. هذا هو الأنف. In the middle. في الوسط. أنف. And what comes under the أنف? ماذا يأتي تحت الأنف؟ فم. فم. هل يمكنك أن تقول فم فم فم؟ Say it. فم. Here it is. فم. عين عينان. And do we have أنفان؟ لا. لدينا أنف واحد. We have أنف واحد. أنف. فم فم. Do we have فمان؟ لا. لدينا فم واحد. فم فم. And what comes here? أذن أذن أذن. Can you say it? أذن. And here is أذن. Do we have only أذن واحدة؟ أذن أذنان. أذن أذنان. Can you say it? أذن أذنان. And what comes above our عين؟ ماذا يأتي فوق العين؟ حاجب حاجب. Can you say it? هل يمكنك أن تقوله؟ حاجب حاجب. Do we have حاجب واحد؟ لا. لدينا حاجب حاجبان. حاجب حاجبان. أين الحاجبان؟ حاجبان. حاجب حاجبان. شكرا. مع السلامة.